مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في أنا والناس. طيب دلوقتي المدارس التجريبية المفروض ان هم بياخدوا المواد العلمية باللغة الإنجليزية، تمام؟ بس الواضح انه ده مش بيحصل في كل المدارس، يعني المدارس اللي في القرى، المدارس اللي في المحافظات، المدارس اللي في الأقاليم، شكل المدرسين هناك مش مؤهلين ان هم يعلموا الطلبة المواد العلمية باللغة الإنجليزية، فبيعلموهم باللغة العربية حتى لو هم مدارس تجريبي، فالمفروض ان هم ياخدوها باللغة الإنجليزية، فبالتالي بيتم تعريب الامتحانات وهم الأولاد نفسهم في الامتحانات في الثانوية العامة بيجاوبوا بالعربي. فالدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق نزل قرار بيقول ان هو هيمنع تعريب الامتحانات. المفروض ان القرار ده هيتنفذ السنة دي. طيب هل الطلبة مؤهلين مدربين ان هم يجاوبوا باللغه الانجليزيه؟ طب هل المدرسين اللي موجودين في المدارس التجريبيه على مستوى الجمهوريه كلها هل هم بيعلموا الطلبه باللغه الانجليزيه اصلا عشان هم يخشوا يجاوبوا بالانجليزي؟ هيجاوبوا ازاي بالانجليزي وهم بيتعلموا بالعربي حتى وهم مدارس تجريبي ودي فيها علامات استفهام كتير تحتيها؟ طب ما كانوا يخشوا مدارس حكوميه عاديه وخلاص ونخلص من القصه دي. فهنا في علامات استفهام. طبعا اولياء الامور متضايقين جدا، الطلبه قلقانين جدا ان مرحله الثانويه العامه بالنسبه لهم دي مرحله مهمه جدا في حياتهم وبتبقى مرحله مصيريه بالنسبه لهم. انا برحب بضيوفي هم اولياء امور مدام امل غنيم. اهلا، ازيك يا مدام؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ وبرحب بضيفي الاستاذ ايمن عوض. ازيك يا استاذ ايمن؟ اولياء امور ومتضررين من القرار ده. مدام امل، ايه بقى يعني ايه المشكله في ايه بالظبط دلوقتي؟ حضرتك احنا لما دخلنا اولادنا مدارس تجريبي طبعا احنا ممثلين عن اولياء امور كتير جدا من الدلتا للصعيد، عاملين جروب على الواتس وعاملين جروب على الفيس. طبعا احنا لما دخلنا جروب ده عاملين جروب فعلا اسمه ايه؟ عاملين جروب مستقبل اولادنا خط احمر، هو كان قبل كده قرارات الهلالي دمرت عيالي، غيرناه لمستقبل. ده في قد ايه الجروب ده؟ في حوالي كتير جدا، الاف، لانه هو من الدلتا للصعيد. حضرتك عندك اولاد في المرحله الثانويه؟ طيب هما المنطقه فين؟ احنا حاليا احنا من كفر الشيخ. طبعا مش انا لوحدي من كفر الشيخ، ده في محافظات كتير جدا. انت كده بتتكلمي عن كفر الشيخ والمحافظات كلها مثلا لسانهم كله. طيب دلوقتي المدارس التجريبيه اللي في كفر الشيخ وفي المحافظات اللي جنبكم بيدرسوا المواد العلميه بايه؟ بانهي لغه؟ اللغه الانجليزيه. بيدرسوها باللغه الانجليزيه؟ يعني المدرس في الفصل بيديها لهم باللغه الانجليزيه؟ بيديها باللغه الانجليزيه ما عدا ثالثه ثانوي انا بعرب، لاني انا كنت داخله مدارس اللغات من المرحله اللي هي مرحله رياض الاطفال، المفروض ان انا بقضي في المدرسه كلها 14 سنه مرحله رياض اطفال، مرحله اللي هي الابتدائيه، وبعد كده المرحله الاعداديه، ده ملف ابني بننتقل تلقائي المرحله، باجي في المرحله الثانويه بدخل ابني انا اللي بسحب الملف وبعد كده بدخله المرحله الثانويه، على اساس ان بيبقى في تعريب، لان من سنه 79 حضرتك المفروض اصلا ان في تعريب. مش فهماكي.